نعتزي جثمان الشهيد كعقاب لأهل الشهيد منذ 28 عاما، ونحن ننتظر هذا يعني استرداد جثمان الشهداء. وفي هذه الوقفة جئنا هنا لنطالب العالم والمجتمع الدولي لاسترداد جثمان الشهيد أخي أنور صفقة وباقي الشهداء جميعا. يعتقلون لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. أو رب العالمين جعل هذا اليوم عرس فلسطيني سنوي لاستشهاد أولادنا المحتجزة جسامينهم عند إسرائيل. أنا من 2006 ابني طلع وودعته وللحين ما دفنته. أنا بقول لإسرائيل ابنك شليط أخذته أمه طيب، حرمتيني من ابني ميت، هذه دولة عنصرية، اعطت شليط لأمه لأنها مرأة عبرية وأنا مرأة فلسطينية مسلمة، حرمتني ابني حتى هو ميت. رحت ركضت على المؤسسات الوطنية والإنسانية والقانونية إني أنا بدي رقم المقابر لابني كما تدعي إسرائيل أرقام المقابر. حرمتني إسرائيل 17 سنة وأنا بطلب في رقم محمد ابني، رفضت تعطيني رقم محمد. فاليوم أنا بقول إنه أولادنا الشهداء هدول أناروا إلنا الطريق، زادونا عز وصبر وشموخ. الشاب عنا بنزوجه مرة وفرحة بالسنة، أولادنا كل سنة بنعمل وقفة عز إلهم لاسترداد جسامينهم وندفنهم. وبقول لإسرائيل عاجل أم آجل، ابني وجميع الشهداء الأسرى، بدنا أولادنا، بدنا ندفن أولادنا، بدنا نشتاق ونزورهم ونقرأ الفاتحة على مقابرهم. تيمونا في العام 88 وجثمان الشهيدة دلال المغرب.